قسم الذبح إلى ثلاثة أقسام. Yani mtu anaweza kufanya dhabhi ina hii inagawanyika mara tatu. ذبح لله هدي أضاحي عقيقة صدقات يذبح ويعطي الفقراء. Mtu anatoa kitambo kwa yom al-Eid yani unafanya kwa ajili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii tunasema makbul yani mtu anafanya kwa ajili Allah Subhanahu wa Ta'ala. الثاني من أنواع الذبح ذبح محبة وتعظيمة يذبح للجن يذبح لأصحاب القبور هذا هو الشرك الأكبر. يعني متى أنا يبيلي نفيلي فيلي متى كفانيا كتا أنا توا صدق ياك أنا توريا مجيني نما الشياطين ما هو يعني شفانيا يعني أنا مشركيش مونغو. الثالث من الذبح ذبح جائز يذبح حتى يأكل يذبح لأنه تاجر يبيع اللحوم جزار مثلاً وهذا جائز. يعني يتاتوني متوك يعني أنا كينجا أنا فانيا إيفو كواجيري يعني أبات رزق يعني أعوز زيلي لحم زيلي نعمة أعوز يعني أيجاو أنا شي دعينا كباريكا. ذبح لله ذبح لغير الله شرك أكبر ذبح جائز والله أعلم. يعني mtu anakinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala inakubalika, mtu anakinja kwa ajili ya mashayatini hii ni shirku al-akbar, mtu anakinja yani vile vile anataka kuuza nyama hii inaruhusiwa.